السلام عليكم. اليوم سأتكلم عن الحمام المغربي وعن طريقة استعماله في البيت. أولا سأكلمكم عن فوائد الحمام المغربي. الحمام المغربي فوائده كثيرة، فهو يقوم بإزالة الجلد الميت تماما من البشرة، فهو ليس كمقشر، ينظف البشرة بعمق ويسيل كل الأوساخ والدهون داخل المسامات. كما أن الحمام المغربي يرطب البشرة، يساعد على توحيد لون الجسم، ينشط الدورة الدموية، يريح الأعصاب من الضغوط التي نتعرض لها يوميا، يخلص الجسم من السموم، يريح العضلات، يجعلك تحس بالراحة وبالخفة، كذلك يخلص من الحبوب التي تتكون على الجسم خصوصا التي تتكون في الظهر. يمكن جميع أفراد الأسرة استعمال المغربي، فهو ليس مرتبط بالنساء فقط وإنما بالرجال والأطفال. الآن سأتكلم عن المكونات التي تحتاجينها لاستعمال الحمام المغربي. أول مكون هو الصابون البلدي الذي يكون على هذه الطريقة. الصابون البلدي لونه بني، وهو صابون طبيعي مصنوع من زيت الزيتون، يحضر الجسم لإزالة الجسم الميت وينظف البشرة ويرطبها. ثاني مكون سوف تحتاجين له هو الليفة المغربية، والتي تكون ليفة خشنة وتكون على هذه الطريقة. هذه الليفة تستخدم لإجالة الجلد الميت من على الجسم. ثالث مكون ستحتاجين إلى الغسول البلدي اللي هو على هذه الطريقة. الغسول البلدي يحتوي على معادن مفيدة للبشرة، يسيل جميع الأوساخ التي تكون داخل المسامات الجلد، ينعم ويرطب البشرة. ثالث مكون تحتاجين له وهو رابع مكون وهو الحنة والليمون. كلنا نعرف فوائد الحنة، أنها تبيض الجسم، تجعل رائحتها رائعة، وكما نعرف فوائد الليمون أنه يبيض الجسم ويقضي على جميع آثار الحبوب التي تتكون على التي تتكون في الجسم. وأخيرا تحتاجين إلى بخار وماء ساخن. الآن سأتكلم عن كيفية استعمال الحمام المغربي. كما قلت تحتاجين لماء ساخن جدا وبخار. الخطوة الأولى، قومي بإقفال باب الحمام والشباك وافتح الماء الساخن في البانيو حتى تري أن الحمام قد امتلأ بالبخار. بعد ذلك انزلي في الماء، تأكدي أنه ليس في درجة عالية، وانزلي فيه لمدة 10 دقائق حتى تشعرين بالتعرق. بعد ذلك ضعي الصابون البلدي. أنا أفضل وضع الصابون البلدي مع الحنة والليمون، وبعد ذلك أضعهم على الجسم لمدة 10 دقائق. لك الاختيار، إما أن تضعي الصابون البلدي لوحده وإما أن تضعي الحنة والليمون. أنا في هذا الصابون البلدي قد وضعت حنة وليمون، ولهذا قد اتخذ الشكل البني الفاتح كما تلاحظين. بعد وضع الصابون البلدي يجب تركه لمدة 10 دقائق على الجسم، وبعد ذلك تقومين بغسله، غسل الجسم تماما من الصابون، تقومين بغسله بالماء الدافئ.
بعد ذلك تأخذين الليفة المغربية وتقومين بوضعها في الماء الدافئ، ثم تقومين بدلك الجسم. ستقومين بملاحظة بأن الجلد الميت يطلع على شكل رمادي وعلى شكل أجزاء طويلة. قومي بتدليك الجسم على شكل دائري على المناطق الحساسة كالرقبة والصدر، والتدليك يكون على الذراعين على شكل طولي. بالنسبة للظهر يمكنكم الاستعانة بالزوج أو أحد أفراد الأقارب كالأخت والأم. الآن سأريكم طريقة التدليك. كما قلت، يا إما يكون على شكل الطول بهذه الطريقة، أو على شكل دائري بهذه الطريقة. على المناطق الحساسة على شكل دائري، وعلى باقي مناطق الجسم كاليدين والرجلين والبطن والظهر على الطول على هذه الطريقة. عملية التدليك تكون لمدة 20 أو 30 دقيقة. بعد ذلك تقومين بغسل الجسم بالماء الدافئ، وبعد ذلك تقومين بإعادة تكرار التدليك مرة أخرى لمدة 5 دقائق، وبعد ذلك تقومين بغسل الجسم بالصابون، صابون طبيعي. أنا أفضل هذا الصابون، هو صابون الخزامة، وصابون رائعته رائعة جدا، يشعرك بالانتعاش وكأنه مبيض للجسم. بعد ذلك تقومين بأخذ الغسول البلدي الذي يكون على هذه الطريقة، وتقومين بوضع الماء الدافئ عليه بهذه الطريقة. أنا أنصح أن تكون قد استحضرتي الغسول البلدي في المرة الأولى بعد دخولك للحمام. يمكن وضع القليل من الماء الدافئ حتى يصبح لونك بهذه الطريقة. ثم يمكنك وضعه، سوف يكون على شكل سائل، ثم يمكنك وضعه على الجسم وكذلك على الوجه وعلى الشعر أيضا. بالنسبة للشعر يكون قد غسلته بالشامبو من قبل. تقومين بوضع الغسول البلدي لمدة 20 دقيقة على الجسم، ثم بعد ذلك تغسلين الجسم بالماء الدافئ. وأخيرا بالنسبة إذا وضعت الحنة مع الصابون البلدي والحامض في أول مرة، يمكنك تفادي هذه الخطوة. بالنسبة للأفراد أو النساء التي تود الحصول على نتيجة رائعة، يمكنك وضع الحنة والليمون مزجهما، ويمكن وضعها تكون هذه آخر مرحلة، وضع الحنة والليمون على الجسم لمدة 5 دقائق، ثم تقومين بغسل الجسم. وآخر خطوة وهي تقومين بوضع أي مرطب للجسم. أنا أفضل يا إما نيفيا أو جونسون بيبي لوشن على الجسم. طريق استعمال الحمام المغربي في المنزل. إذا عندكم أي استفسار أنا في الخدمة. وإذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة لكي يصلكم عني كل جديد، وشكرا على المتابعة.